إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فقد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه، والذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، فذكر له صلى الله عليه وسلم ألوانا من الخير، وكان في آخر من ذكر أن قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أمسك عليك لسانك، وأخذ بلسانه. فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ عباد الله، إن مما يؤدي إلى هذه الحصائد ما يحصل من الناس من الغيبة. فإذا كانت الغيبة وهي قول في أخ لك في الله، أو ما يقوم مقام ذلك القول من القدح مما يكرهه ذلك الأخ، ما زاد على ذلك مما لا يكون فيه، أو ما زاد على ذلك مما المقصود منه إثارة الفتنة بين الإخوة والإيقاع بينهم، وما تضمن كذبا، فإنه يكون أعظم إثما بلا شك. فإذا تحدثنا عن الغيبة وهي فقط أن تذكر أخاك بما يكره من غير زيادة ومن غير كذب ومن غير إرادة إيقاع بينه وبين غيره، إذا كان ما سنتكلم عنه فيه ما سنذكره من القبح، فما زاد عليه ما هو حاله؟ ما زاد على الغيبة من البهتان، من النميمة، من غير ذلك، ما هو حاله؟ فيكفينا الكلام عن الغيبة، وذكرنا بعض الكلام يغني عن ذكر البعض الآخر. عباد الله، إن أعراض المسلمين مصونة ومحفوظة، وإنه ينبغي على المسلم أن يتذكر أن هناك عصمة لا يجوز أن تنفك. ففي ذلك اليوم العظيم، يوم الحج الأكبر، قال صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم الحج الأكبر؟ أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، وظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس
شهر الله المحرم أو ليس ذا الحجة، أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال أليس البلد الحرام؟ فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. سأل ثلاثة أسئلة وذكر الثلاث المحرمات وذكر بإزائها ثلاثة أشياء، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ففي ذلك الجمع العظيم ذكر هذا الأمر. عباد الله، وإن هذه الكلمة ربما من أسباب انتشارها بين الناس في هذا الزمان وغيره من الأزمان، أن الناس لا يدرون حقيقتها. كثير من الناس يقع في الغيبة ولا يدري، لا يعلم أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وهو جالس، والذين حوله يرونه يقع في هذه الكبيرة، وربما استنكر بعضهم بقلبه وربما لا يستنكرون لأنهم أيضا يشاركونه في الجهل، لا يعرفون أن هذه غيبة، لا يعلم، وربما بعضهم شاركه في الإثم بحيث أقره، أو أنه زاد عليه، وتبدأ عملية لوك لحم الإخوة بالألسن. هذا يتكلم وهذا يشير بيده وهذا يغمز وهذا يفعل يتنقص، فيجتمعون جميعا على فعل الكبائر، ثم إذا أذن المؤذن انتفضوا وقاموا إلى الصلاة، وما شاء الله لا يغيبون عن صلاة الجماعة. ربما من أسباب ذلك أنهم يجهلون حقيقة الغيبة. وربنا سبحانه وتعالى بين حرمة هذه الغيبة وقبح هذه الغيبة، والإنسان قد يصل إليها من خلال مراحل. فسد الإسلام على الإنسان هذه الذريعة لا يصل إليها، لأن الإنسان قد يقع في نفسه من إنسان آخر شيء فيظن به ظن السوء فمنع من ذلك. فإذا ظن السوء يريد أن يتأكد فيتجسس على أخيه بنفسه أو بغيره فمنع من ذلك، والنتيجة إذا أطلق العنان سيتكلم في أخيه إذا توثق من وقوع ذلك. ومن الناس من يتكلم في إخوانه بغير علم أيضا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. انظر إلى هذه الصورة القبيحة التي يفعلها الإنسان، هو يتكلم في عرض أخيه ربما يكون هو يحبه ولكنه تكلم فيه بما يكره، فكأنه أكل من لحمه، كأنه مضى يأكل من لحم هذا الأخ ولا يدري أن هذا فيه ذلك القبح العظيم. وانتبهوا كما قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا تهوي به في جهنم، لا يلقي البال، يظن أنها سهلة يسيرة، أو أنه يقول أنا ما تكلمت شيئا فيه كذب على الرجل. إذا وجد إنسانا عاقلا في المجلس، والمشكلة في هذا الزمان يصعب أن تجد في مجالس الناس رجلا واحدا عاقلا، وإذا كان عاقلا فلا يكون شجاعا، يكون شجاعا أن يسب على فلان ويلعن فلانا فقط، هذا الشجاع عند الناس، لكن أن يكون شجاعا أن يقول للذي بين يديه أنت مخطئ، هذه الشجاعة في هذا الزمان نادرة،
هذه هي الشجاعة الحقيقية، شجاعة في المواجهة، وليست شجاعة في أن نتكلم في الظهر. فقلت له اتق الله يا رجل، لا تتكلم في الرجل. فيقول أنا والله ما تكلمت إلا بما فيه، أنا ما أتكلم إلا حقا، ولو كان موجود لأتكلم بنفس الكلام. هذا هو الغيبة، هذه الغيبة المحرمة. فقل له هذا هو الذي يحرم، هذه الصورة هي المحرمة، ولا يجوز لنا أن نسكت عليك، إما أن ننكر عليك وإما أن نقوم من المجلس. قل له هذا، كن شجاعا، هذا إلا إذا لم تكن أنت المتكلم. إذا كنت أنت الجالس كن شجاعا يا أخي. نريد أن يكون في مجالسنا من يعني رجلا حقيقيا. مع الأسف الشديد غالب المجالس التي تقع فيها الغيبة لا تجد واحدا ينكر في الغالب. أنا لا أتكلم عن مجالس الفسقة والفجرة، أنا لا أتكلم عن مجالس الذين لا يصلون، ولا أتكلم عن مجالس حتى في البيوت، بل قد تكون هذه المجالس في بعض بيوت الله أو في بعض الجلسات في بيوت الله. وبعض الناس يجر الذين يقفون ليعظ الناس ليتكلموا أيضا، يعني لابد من جر كل الناس. ما ندري كيف استطاع الشيطان أن يصل إلى هذا الحد مما يريد وأرغب من هذا الإنسان المسكين. فالإنسان إذا تبع نزوته ورغبته وهواه في أن يتكلم في الناس حتى صار الكلام مع الأسف الشديد يسمى فاكهة المجالس، تكلم في الناس، هذه من الأمور الخطيرة جدا. هذا أمر يتهدد مجالس المسلمين. المطلوب أنك تقف وتكون شجاعا، ما استطعت أو ربما تقول لنفسك أنا لا يمكنني أن أفعل ذلك، قد يترتب على ذلك مفسدة، انسحب، أنكر في قلبك وهذا أضعف الإيمان وانسحب. لا تستطيع، لا تبقى في المجلس لأنك ستبقى تشارك إلى أن يخرج. قد يغتاب بدون من يتكلم حتى يعني من باب الإيحاء، أو ألا يذكر الشيء المذموم في هذا الإنسان خوفا من أن يؤذيه، فيقول فلان أنت تعرف بدون ما يقول، يقول فلان ماذا تقول في فلان، هل تعيب بشيء، يقول لا ما أعيب أنت عارف. هذا اغتابه. ورسوله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى من إنسان شيئا من هذا يعلمه ويفهمه وينكر عليه. عائشة رضي الله عنها تقول يوما للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، ومعلوم صفية أنها كانت قصيرة، فهذه الكلمة عدت ذما وأنكر عليها صلى الله عليه وسلم، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذه الكلمة لو وضعت في بحر، البحر كبير، تغير طعم البحر، كل البحر يتحول إلى المرارة والنتن، يعني الرائحة وطعم يتغير. هذا لا يغير كأسا من ماء، لا يغير الخزان، هذا يغير البحر. بس هي ما وضحت، قالت كذا وكذا، فما بالك بمن هذا الإيماء والإيحاء محسوب. لا تتوانى في أن تتوقف حينما تجد النفس بدأت وتتذكر، فإذا تذكرت توقف، وحاول أن تكبح النفس عن هذا الأمر، لأن كثير من النفوس جامحة إذا تركت مصيبة. وهذا الأمر والعياذ بالله تعالى إخواني يعد من أقبح الصفات المنتشرة في هذا الزمان. يمكن واحد يقول هناك ما هو أقبح، انظر إلى شوارع المسلمين ما فيها وكذا، ويبدأ يبحث عن عيوب كثيرة. لا، هذا العيب لأنه منتشر في كل مكان، هذا منتشر في بيوت الله الآن يا أخواني، هذا يحتاج إلى أن تتضافر الجهود كلها
لنوقف هذه المصيبة الكارثة التي تتهدد بيوت الله فضلا عن بيوت المسلمين، فضلا عن متاجرهم وشوارعهم ومقاهيهم. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي رأيت أناسا يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار من حديد، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذه عقوبة من العقوبات، هذه عقوبة من يفعل ذلك. أنت تأكل لحمه في الدنيا، هذا تفعله عياذا بالله تعالى إذا كنت منها من أهل هذه الصفة، تخمش اللحم من الوجه والصدر بأظفار من نحاس، نسأل الله العافية والسلام. أفلا يرد ما ذلك ويبعدنا؟ ذنب عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. ذنب قبيح جدا، هذا من صفات المنافقين. حتى قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ثم يفضحه. يأتي الرجل يقول: هذا الذنب أنا فعلته ما أحد رآني، كيف أنا انكشف الأمر؟ أو لماذا كشفت؟ أنت تكلمت في عرض أخيك فتبع الله عورتك حتى كشفك. نعم، هذه من حصائد الألسن، هذا من جزاء هذا اللسان، هذه من عقوبات هذا اللسان، عقوبة معجلة في الدنيا. المغتاب مكشوف، إذا لم ينكشف في البداية سينكشف، إلا أن يجدد توبة لله سبحانه وتعالى. أعراض المسلمين ليست هينة. ربما يقول قائل: أنا ما تكلمت عليه إلا من باب النصح. نعم إخواني، هنالك استثناءات، ولكن مع الأسف الشديد مجالس المسلمين في الغالب تخلو من هذه الاستثناءات. سنذكر الاستثناءات حتى لا يقول قائل: أنا هذا مقصودي كذا وما لا. لا، هي ستة أشياء. المتظلم يذهب إلى القاضي يقول: فلان شتمني وسبني وضربني وظلمني. هذه كلمات غيبة لو أنك لم تكن متظلما، أو أنك تعرف به، لم يمكن تعرفه إلا بهذا. مثل أن يكون لك حق عند إنسان أو كذا ويستسأل: من هو؟ اسمه كذا. طيب، أسماء كثيرة مثل هذا، من؟ يقول فلان أعرج، قصير، طويل، أحمر، أبيض، أخضر، إلى آخره. يذكر فيه صفة معينة ويبغضها ويكرهها، ولكنه يعرفه بهذا قصده، أو أنه يحذر منه. جاءك واحد يريد أن يعمل مع إنسان شريكا، قل له: لا تشاركه. لماذا؟ إذا رأيت أنه لا يمكن إلا أن يشارك حتى تبين، تقول: هذا الرجل يأكل أموال الناس، هذا الرجل غير صادق. تبين القدر الذي به ينصرف هذا الإنسان عن مشاركته، أو أنه يخادعه. وإلا كنت مشاركا في المخادعة لابد من هذا. واحد جاءك يقول لك: فلان تقدم لابنتي، وأنت تعرف أن هذا الرجل كل يوم يتزوج واحدة ويطلقها ويتكلم فيها ويسيء، تبين حاله. هذا من باب التحذير. أو إنسان يستفتي، مثل مرأة زوجها شحيح بخيل ولا تريد أن تذهب إلى القاضي، فتذهب تسأل العلماء: ماذا أفعل؟ لا ينفق على البيت، يقصر معنا، ماذا أفعل؟ فيقول لها: خذي منه قدر حاجتك،
كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليش خذي يعني قدر يعني ما يكفيك وبنيك. وكذلك إذا كان لا يمكن يعني أن تنكر المنكر إلا بالاستعانة بآخر، ولا الأصل أنه هذا الذي وقع بالمنكر لا تكشف أمره تستر عليه، فتستعين بآخر تقول له فلان يفعل كذا فتستعين به على ذلك. وقد جمع ذلك أحدهم قائلا: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا. هذا ما ذكرناه أيضا، واحد مجاهر في الفسق يشرب، كل الناس يعرفون أنه يشرب، فتقول فلان الذي يشرب الخمر فيه أنه سقط حصانته في هذا الذي ظهر من فسقه، وفيه أنه يقمعه ذلك، يعني يكون سببا في قبحه، كل الناس يقولون هذا الشيء عليه. ومجاهر فسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. أقول ما سمعت واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فإنه إذا كان ينبغي على المسلم أن يرد المغتاب ويمنعه، كما يجب أيضا عليه أن يرد الذي يأتي بالنميمة ويمشي بين الناس بالنميمة، فليعلم أنه إذا رد عن عرض أخيه فإن ذلك عمل عظيم، كما أن الغيبة عمل عظيم، لكن هذا عمل عظيم في عاقبته بالخير. قال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. إذن هذا في هذا المجلس قال: يا فلان لا تتكلم فيه، والله ما علمت عنه إلا خيرا. بس هذه الكلمة سبب في أن يرد الله عنه النار. وجاء في رواية أن الله يقيض له ملكا يحمي لحمه من النار. فلماذا نزهد بهذه الأمور؟ أو يأتيك رجل يقول لك فلان تكلم فيك، وهذه نميمة، هذه مصيبة أعظم. النبي صلى الله عليه وسلم مر بالقبرين فقال: يعذبان وما يعذبان في عظيم، بلى إنه لعظيم أو لكبير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس في النميمة، بالنميمة، نمام لا يدخل جنة قتات، نمام. فيأتيك يقول لك: قال لي فلان عنك كذا وكذا، أو سمعت فلانا وهو جالس مع فلان يقول فيه كذا وكذا. هذه الكلمة أنت الآن هذا الذي تكلم هذا من سقط المتاع. يعني أن يصل الإنسان لهذه الدرجة هذه كارثة. نعم يوجد من المسلمين هذا، لكن كلام في الغيبة قد يكون أكثر وجوده. فإذا جاءك واحد مثل هذا كيف ترد؟ هذا الذي جاءك إما أن الذي تكلم إليه أسر إليه بكلمة فخان السر وتكلم لك، وإما أنه كذب عليه، وفي كليهما هو رجل مجروح العدالة. أتعرفون ما معنى مجروح العدالة؟ يعني لا يثق بكلامه. هذا جاء وقال لك، لماذا تكلم إليه ذلك؟ لماذا لم يتكلم إليك بذلك الكلام؟ هو أسره إليه، كان بينه وبينه، فجاء وكشف السر. فإن كان صادقا جرحت عدالته فسقطت شهادته، وإن كان كاذبا سقطت عدالته. كيف تثق بكلامه وتأخذ بهذا الكلام وتقول والله أنا مثل هذه الكلمة لا تفوت، وسوف أفعل وسوف أفعل، وينتظر قليلا وتتهدد وأنت ألسنا عقلاء؟ هذا الذي جاء حينما رماك ذلك بما رماك،
لم يصبك كلامه، ما جرحك كلامه، لم تطعمك سكينه، لم ينغرز فيك رمحه من كلامه، فجاء هذا الناقل ليغرز هذا الرمح. إذن هو الذي عليه الإثم، وهو الذي ينبغي أن تعاديه. أما العقلاء فسيقول له: أنا وصلت الرسالة وجزاه الله خيرا، إن كان قالها سامحه الله وغفر الله له سامحه، وإن لم يكن قالها فذاك. ما لا تريد أن تتكلم، يعني لا تجرؤ أن تتكلم في الذي نقل، أنت حر، وإلا فإنكار المنكر أن تكلمه بذلك وأن تمنعه من ذلك. إخواني، المجتمع المسلم مجتمع نظيف من حيث النية، هذا الأصل. فإذا تكلم المسلم بأخيه قد يكون تكلم بغير قصد، وقد يكون تلفظ بكلام لم يقصده. يعني أنت أحيانا تتكلم بكلام يسبق اللسان، لا تلاحظ، يقع منك كلام لا تقصده، فيكون ما أسعفك اللفظ، تعبير يعني. وقد يكون السامع أخطأ في فهم المتكلم، وقد يكون أخطأ في فهم المتكلم ثم نقل أيضا بخطأ آخر، تخرج من المدينة شبرا وتصل إلى الكوفة ذراعا. أفلا يحتاج منا ذلك أن نكون حذرين؟ نحفظ ألسنتنا من الكذب، من الغيبة، من كل المحرمات، والكلام يتسع في ذلك لا مجال له الآن. ولكن أقول: أحيانا يتحول اللسان إلى ثعبان يأكل الحسنات ويضيعها. تكون أنت ما شاء الله عليك تقوم الليل وتصوم النهار وتزكي وما شاء الله، وتأتي يوم القيامة وتمسك بالصحيفة، أين الأعمال؟ أنا كنت أصلي وأصوم وإخلاص الحمد لله، ما كان عندي رياء، بس هذه الأعمال ذهبت لأنك أطعمتها لفلان الذي اغتبته. أنت تمتعت في لحظة بالغيبة فأضعت تعب العمر بالأعمال الصالحة، فيأتي هذا ويأخذ من أعمالك وهذا من أعمالك، حتى إذا لم يبق لك أعمال صالحة هات من سيئاتهم، فيأتي ذاك الذي اغتبته ينظر: طيب أنا ما صليت هذه الليلة، أو ما كنت أقوم الليل، ما شاء الله كل قيام الليل عندي. نعم، لأن فلانا اغتابك فأعطاك من حسناته، أو أنا عملت هذه السيئة وينها؟ ما أنها فلان أخذ السيئة الذي اغتابك الصالح ما شاء الله عليه الذي يصلي في المساجد. كن حذرين إخواننا، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم فقهنا في كتابك وعلمنا محكم آياتك وجعلنا من المستنين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أذل الكفرة المشركين، أعداء الدين، ووفق اللهم ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك بسنة نبيك، ووفقهم إلى كل خير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا.